تحدي القراءة العربي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله ورعاه، بالنسبة لي من أفضل المسابقات التي شاركتها في حياتي. أظن بأن تحدي القراءة العربي أصبح عائلة بالنسبة لمزنة. مبادرة تحدي القراءة العربي غيرت فيني عدد كبير من الأشياء، ومنها بأني أصبحت كاتبة ولدي عدد من الإصدارات مع مختلف دور النشر. وغير هذا، تحدي القراءة العربي عزز لدي مفهوم القراءة وأصبحت متعلقة بالقراءة بشكل أكبر. تأثير تحدي القراءة العربي بالنسبة لي كان أثر واضح ولاحظه جميع أفراد عائلتي وحتى الأشخاص الذين كانوا محيطين بي، حيث أول تغيير حدث بأن حتى أصدقائي في المدرسة الذين لم يقرأوا أصبحوا يقرؤون. معرض أبوظبي للكتاب من أكثر المعارض اللي ارتادها كل سنة، ومشاركتي في أحد المنتقيات في معرض أبوظبي للكتاب، حيث في هذا المنطقة تحدثنا عن القراءة وأهمية القراءة وكيف تأثر القراءة على الطفل وحتى على الأشخاص اليافعين.